بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وألحقنا بعبادك الصالحين. أما بعد، فقد قتل كبار أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام بتهمة الشرك وممن الكفر والحكم بغير ما أنزل الله، وممن قتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعدد من أصحابه الكبار، وخلق كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ومن أولادهم أتباع التابعين أتباع الصحابة. كل هؤلاء قتلهم الخوارج بتهمة الكفر والشرك. وحينما قال الأئمة إن الطريقة الوهابية طريقة خارجية، بعض الناس ما أعجبه هذا الكلام. الآن نذكر كتابا مطبوعا شائعا من الكتب التي شرحت نواقض الإسلام لابن عبد الوهاب. طبعا قبل ابن عبد الوهاب، ابن زفيل يقول في نونيته، وهذا ابن زفيل يعرفه الناس باسم ابن القيم، وللإمام السبكي كتاب اسمه ماذا السيف الصقيل في الرد على ابن زفيل، ولشيخ مشايخنا الإمام الكوثري حاشي على هذا الكتاب اسمها تبديد الظلام المخيم على نونية ابن القيم. يقول في تلك النونية العجيبة، يقول: إن المعطل في بالعداوة معلن، والمشركون أخف في الكفران. من يعني بالمعطلة؟ كعادته هو شيخ ابن تيمية، يعنون بالمعطلة الأشعرية والماتريدية، السواد الأعظم من علماء المسلمين وأصحاب الأسانيد العليا والكتب النافعة. ثم جاء ابن عبد الوهاب وقرر أن جميع المسلمين لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، وأن أباءه وأجداده وشيوخه جميعا ما كان يعرفون معنى لا إله إلا الله ولا عرفوها، وهو عرفها فجأة، اكتشفها الآن، عرفها بطريقة غريبة عجيبة استطاع بها أن يخرج معظم المسلمين من إسلامهم، إلا من سار على طريقته الخارجية. الآن أحد الطلاب هذه المدرسة المخلصين لها، واسمه خالد بن علي المرضي الغامدي، له شرح لكتاب نواقض الإسلام. نواقض الإسلام هذه التي نقضناها في تسجيلات سابقة، نقض نواقض ابن عبد الوهاب لإسلام المسلمين. طبعا ابن عبد الوهاب له أكثر من كتاب يكفر به المسلمين جميعا. في كشف الشبهات يصرح بأن الصوفية هم أشد شركا من كفار قريش، من أبي جهل وأبي لهب، وفي نواقض الإسلام وهكذا. الآن هذا التلميذ المخلص الغامدي هذا يشرح نواقض الإسلام، وإليكم طبقات الكافرين، واستعدوا أيها المسلمون لسماع هذا الخبر الطريف، لأن الإعلان جميل جدا لطبقات الكافرين، لتعلموا أن طبقات الكافرين هي جميع علماء المسلمين في ذلك الزمان. يبدأ بالطبقة الأولى، وهم كفار القرن الثامن، لأن هؤلاء أدركوا الشيخ ابن تيمية ولم يسلموا له، ردوا عليه. وبدأ بالسبكي الأصولي. سبكي من السبكي؟ صاحب جمع الجوامع. من ما هو جمع الجوامع؟ أهم كتاب في علم أصول الفقه عند العلماء في الأزهر الشريف منذ 600 سنة تقريبا، أو 500 أو 600 سنة، المقرر الأساس في الجامع الأزهر. هذا مشرك كافر. واليافعي صاحب روض الرياحين، وابن بطوطة. ابن بطوطة كيف لا يكون مشركا وقد نقل عن ابن تيمية أنه جسم؟ والقصة هذه قد يحصل قيل وقال من لم يتابعنا سابقا، بينا تفاصيلها وتشكيك الوهابية بها، وبينا حقيقة ما حصل. التفتازاني سنقف عنده بعد قليل، والبكري، ثم انتقل إلى كفار القرن التاسع، أبو حفص المصري والجيلي صاحب كتاب الإيمان الكامل، والسيد الجرجاني. نعود للتفتازاني، السيد الجرجاني والسعد التفتازاني كانوا ولا يزالون مضرب المثل لمن جاوز، يعني بلغ الذروة العليا في العلم. فكان العلماء العظام إذا ضربوا المثل بالعلم يقولون فلان مثل السيد والسعد، وهذه كلمة مبالغة كبيرة جدا لمن وصل أعلى درجات العلوم. كل هؤلاء كفار عند أخينا هذا الجرجاني، الحسيني والأبي. من هو الأبي؟ شارح مسلم. والبرعي والمقري
ومحمد سليمان الجزولي صاحب دلائل الخيرات طبعا. إذا لم يكن هذا مشركا فمن المشرك إذن؟ السنوسي الإمام الكبير في العقيدة، أبو العباس السرجي، وأحمد زروق، وعبد الرحمن الجامي. زروق هذا اللي قيل عنه مجدد تلك المئة، أيضا من الكفار عند هذا الأخ. ثم ينتقل إلى كفار القرن العاشر ويستهله بشخص عجيب. من هو؟ الحافظ جلال الدين السيوطي، الذي كتبه تدرس في جميع كليات الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة، ولا يستطيع طالب أن يدرس علوم القرآن متجاوزا الإمام جلال الدين السيوطي في كتابه الإتقان. وقلما يستطيع طالب أن يفهم مصطلح الحديث على وجهه متجاوزا كتاب تدريب الراوي شرح تقريب النواوي، عدا الأشباه والنظائر، عدا الكتب الكثيرة التي ألفها الحافظ السيوطي رحمه الله المزهر في علوم اللغة إلى آخره. فهذا من الكفار المشركين. يقول له كلام صريح في تجويز الشرك منثور في كتاب الحاوي. يقول بوجود الأبدال، لو كتاب نعم القول الدال على وجود الأبدال. الشرك ما هو عند هذا الأخ؟ أن يتابع النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الأعمى الذي علمه الأعمى. إذا قلت نفس العبارة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام الأعمى، اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد النبي رحمة، يا محمد إني أتوجه إلى ربك بك في حاجتي هذه لتقضى، فأنت مشرك شركا أكبر، لست من المسلمين لأنك اتبعت النبي عليه الصلاة والسلام. وابن تيمية يقول إن هذا خاص بحياتي، أسمع كلام النبي أم أسمع كلام ابن تيمية؟ لا أدري. ومنهم القسطلاني صاحب إرشاد الساري شرح البخاري، كذا أيضا مشرك، وله المواهب اللدنية في تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام. يقول ولهذا المشرك كلام أقر فيه الشرك الأكبر ودعا إليه. البوصيري صاحب البردة ابن حجر الهيثمي، والشعراني صاحب طبقات الصوفية. الشعراني هذا الإمام الجامع للعلوم. البوصيري طبعا عادة الوهابية يقولون نحن لا نكفر المسلمين، وجاءني واحد داعشي وهو يضع حزام ناس في المسجد ويقول والله لا نكفر المسلمين والناس ظلمونا. طبعا لا يكفر المسلمين لأن الكفار أصلا عنده، فهو يكفر الكافرين. انتبه جيدا من التقية التي يمارسها الوهابية عليكم. هم يصرحون في كتبهم بتكفير الناس، يقول نحن لا نكفر ونحن نقول هذا الكلام كفر وهذا الكلام شرك، ليس صاحبه مشرك. هنا يقول ماذا؟ مشرك، من أئمة الشرك، هكذا يصف علماء الإسلام. ننتقل إلى كفار ومشركي القرن الحادي عشر. استهلوا بعبد الرؤوف المناوي طبعا، أو يشرح كتاب السيوطي في الغرير شرح الجامع الصغير. إذا كان المشروح له مشركا فلا بد أن يكون الشارح أيضا مشركا. الشيخ أحمد السرهندي مجدد ذلك الزمان. الشيخ ابن عاشر صاحب في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي، كيف لا يكون مشركا وهو يصرح بهذا بأركان عقيدة أهل السنة والجماعة. أبو المواهب عبد الحق الدهلوي وشهاب الدين الخفاجي، وما أدراك ما الخفاجي، صاحب حاشية الجلالين الإمام الكبير هذا الجامع العلوم. ابن شاه جهان الجرجاني، أحمد المصري الحموي، محمد معصوم السرهندي، قد أغفل بعض الأسماء من أجل السرعة ها فسامحوني، محمد أمين الزرقاني شرح الموطأ، إسماعيل بورسوي هذا المفسر، الشيخ عبد الغني النابلسي المجدد العالم الجامع للعلوم، المحدث المفسر الفقيه الأصولي المتكلم الأديب إلى آخره. السلجماني المغربي هكذا اسمه هو، لعل ضبطه صحيح لا أدري. والقباني وابن عفالق وابن عدوان وسليمان بن سحيم قاضي الرياض، هؤلاء طبعا هؤلاء المتأخرون هؤلاء كلهم من أدرك ابن عبد الوهاب، ولهم موقف من دعوته الوهابية وبينوا أنهم من الخوارج فكلهم كفار قطعا. والصائغ والعتيقي ومحمد سليمان الكردي وعبد الله بن عبد اللطيف الأحسائي، كل هؤلاء من الطبقة التي أدركت ابن عبد الوهاب وبينت فساد عقيدته. الزبيدي صاحب شرح إحياء علوم الدين وتاج العروس، إمام كبير هذا صاحب أيضا من أئمة الشرك. نعم نعم.
والمحجوب المرغني وابن فيروز وعمر القاسم محجوب التونسي وأحمد جمال التونسي والكوكباني وابن عجيب الفاسي، كل هؤلاء أدركوا بدعوة عبد الوهاب، ومحمد عبد المجيد كيران وضيف الله الجعلي الفضلي وابن داود الزبيري والقاضي ثناء الله البابي صاحب ردع الوهابية. كيف يردع الوهابية؟ لابد أن يكون شركا أكبر. هذا يردع شيخ علوي بن حداد، يا جماعة البعلوي شيخكم مشرك، ومن أئمة الشرك الشيخ علوي الحداد، طبعا ليس البعلوي الكبير وهذا شيخه جده، لكن هذا الشيخ علوي الحداد مجدد الطريقة العلوية. محمد الأمير شرح الجوهرة من أئمة الأزهر الشريف. الشيخ الصاوي صاحب الحاشية على الجلالين وصاحب الكتب في العقيد، طبعا مشرك، كيف لا يكون مشركا وهو ايش يعني يخالف الوهابية. الشيخ خالد بن أحمد، الشيخ ابن سلوم، أبو الفداء الفداء إسماعيل التميمي، ابن عابدين صاحب حاشية رد المحتار، كيف يقول خوارج الوهابية؟ هذا خاتمة المحققين الحنفية في العالم الإسلامي، وصاحب حاشية الشامي، أشهر كتاب في الفقه الحنفي وأهم كتاب عند المتأخرين أيضا صاحبه، طبعا كتاب معتمد في القانون السوري، طبعا مشرك كله شرب مشركون. والشيخ بالفقيه العلوي الحضرمي ومحسن الحسني والشيخ أحمد البريواني، هكذا اسمه بريلوي، الشيخ أحمد بريلوي، أحمد البريلوي، طبعا الشيخ أحمد رضا خان بريلوي، هذا من كبار المشركين عند القوم، لأنه ما في مسألة من مسائل الوهابية إلا رد عليها، كل مسألة رد عليها بكتاب مصنف، وسبحان الله الله تعالى أعطاه يعني علما عجيبا، له كتاب اسمه الدولة المكية صنفه في الحج من حفظه، كتاب ضخم هكذا يتكلم عن مسألة علم النبي عليه الصلاة والسلام للغيب، ويشرح هذه المسألة بتوسع كبير رضي الله عنه وأرضاه. الشيخ عثمان بن سند الوائلي، أحمد بن سعيد السرهندي، الشيخ حسن الشطي من علماء الشام، الشيخ الخاني من علماء الشام، عثمان بن منصور النجدي أيضا، يقول مؤسس الديوبندية، مدرسة ديوبند الهند، يعني أكبر مدرسة في الهند، طبعا مدرسة الهند الاثنتان الديوبندية والبريلوية بينهم خلاف وكذا، وكلاهما حنفية أشعرية ما تريدية يعني قادرية، كلاهما كفار عند أخينا هذا، يعني كبرى مدارس الهند كافرة. نعم. الشيخ أحمد، نعم طيب، طبعا أهملت كثير، الشيخ محمد الهمداني، الشيخ أحمد الزيني دحلان مفتي الشافعية في مكة، إمام القبورية، إمام القبورية، من هم القبوريون؟ الذين يقولون إن صاحب القبر هذا يعني لم يفنى، وإنما انتقلت روحه من دار إلى دار، وأنه لا تتعامل معه كما تتعامل مع الجمادات لأن له الروح. هم يعتقدون أننا نعبد القبور، مسلم يعبد القبور، جهل. ما هي العبادة عندهم؟ إذا اعتقد حياة صاحب هذا القبر، إذا توسل به فهو مشرك لا محالة. نعم. طيب، الشيخ قمشخانوي كبير علماء الدولة العثمانية، كبير الصالحين فيها، كبير الأولياء. الشيخ حلواني المدني، والشيخ إبراهيم السمنودي، ومحمد أمين الأردبيلي، الأربيلي، وحيد الزمان الحيدرابادي، كل علماء الهند الكبار. مختار أحمد باشا المؤيد، أحمد رضا خان الأفغاني، ذكره مرتين. نعم، إمام ومؤسس الطائفة البريلوية، من أكبر طوائف المشركين في هذا العصر وأشدها غلوا. مشرك يعني ما مشرك؟ يعني توسل بالنبي عليه الصلاة والسلام أو يستغيث به، هذا مشرك، حتى تفهم مصطلحات الوهابية. والشيخ خوجة محمد حسن المجددي، وخليل بن أحمد السهارنفوري صاحب بذل المجهود في سنة أبي داود، والشيخ يوسف الدجوي كبير علماء الأزهر الشريف، طبعا رد على أقسام التوحيد، كيف لا يكون مشركا؟ عجيب ما ذكر الإمام الكوثري، كيف يكون هذا؟ نعم، الشيخ يوسف النبهاني
الشيخ جميل صدقي أفندي الزهاوي، الشيخ محمد أنوار الكشميري. لا لا لابد أن يكون ذاك الإمام الكوثري، أو ربما الصفحة هذه التي لابد أن يبود، إذا كان الكوثري لم يذكر فكيف يكون هكذا. فإذا لاحظ جميع كبار علماء الإسلام في هذه القرون كلهم مشركون عند أخينا هذا، والحقيقة هو يستحق الاحترام لأمر أقوله الآن، أن كثيرا من الوهابية يتعاملون معنا بالتقية، لا يصرحون بالتكفير أمامنا إلا في المجالس الخاصة. فهذا الأخ واضح جدا، هذا الأخ واضح يبين من هم الكفار حقيقة ومن هم المشركون، لا يتعامل بالتقية. الآخرون يتعاملون معنا بالتقية، يقول لا لا نحن لا نكفركم، نكفر هذا القول، أما قائله فهو عند الله. لا الأخ يقول لك هذا من أئمة الشرك وهذا مشرك بالتصريح الصريح المريح. أفيقوا أيها الناس، اتقوا الله تعالى واعلموا أن هذه الطريقة طريقة الخوارج، وأنتم ترون هذا صباح مساء، ترون تكفير جل أو كل علماء الأمة الإسلامية. على فكرة من لم يصرح من أهل ذلك العصر أو يكتب كتابا بهذا فهو أيضا يؤيد العلماء بهذا، لأن هذا هو الخط العام الذي دل عليه الكتاب، دل عليه الكتاب والسنة. إذن هذه عينة من طبقات المشركين. طبعا نحن كيف أنت تشك في كفرهم؟ ومن لم يكفر الكافر فأنت كافر. كلكم يا جماعة يا من تسمعون الصوت، كلكم إذا لم تكفروا هؤلاء على مقتضى أحد نواقض الإسلام العشرة، وهو من لم يكفر الكافر أو شك في كفره فهو كافر. ها؟ فإذا مجرد الشك في هؤلاء أنك أن هؤلاء كفار فأنت كافر، لابد أن تصرح بأنهم كفار، وإذا لم تصرح بأنهم كفار فأنت كافر. إذن النتيجة التي سترونها قريبا، ستجدون هؤلاء القوم يكفر بعضهم بعضا، الآن يبدع بعضهم بعضا، تكفير لا أدري هل وصلوا إليها أم لا، لكن النتيجة لا محالة، النتيجة أن هؤلاء سيكفر بعضهم بعضا، هكذا بدأ الخوارج وهكذا سينتهون. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.